بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بنبتدي الجزء الثالث بتاع الـ Concurrency Control Technique. نبتدي نتكلم من أول الجزء بتاع الـ Log Manager. هو إيه الـ Log Manager؟ هو عبارة عن software أو tool هو المسؤول عن المانجمنت بتاعة الـ Logs، Managing Logs on Data Items. طب عندنا حاجة اسمها الـ Log Table. إيه الـ Log Table ده؟ ده عبارة عن جدول للـ Log Manager بيستخدمه عشان يخزن فيه الـ ID بتاع الـ Transaction اللي عامل لوك على الداتا ايتم معين، والمود بتاع اللوك يعني نوع اللوك ده ايه، شيرد ولا اكسكلوسيف ولا ايه بالظبط، وكمان البوينتر اللي بيشاور على الداتا ايتم اللي هيتعمل لها لوك بعد اللي معمول لها في الوقت الحالي، وده بيستخدم اللينكد ليست فيها. فتعالوا نقرا اللوك تيبل. عباره لوك مانجر uses it to store the identify of transaction locking a data item. The data item lock mode and points to the next data item logged. One simple way to implement a log table is through linked list. فهنلاقي هنا لو جينا بصينا هنلاقي ان احنا عندنا transaction ID فهنا مثلا T1، وعندنا data item ID X1، وعندنا log mode هنا read، وعندنا ال pointer to the next data item اللي هو next. تعالوا نشوف هنا عندنا example خلاص بيشرح فيها الفكرة بتاعت اللوك والانلوك. فهنا بيقول اول خطوه لوك اس اوف ايه، يعني ده من نوع الشيرد، اللوك ده عايزينه من نوع الشيرد على الداتا ايتم اللي هو اسمه ايه. وفي الخطوه اللي بعديها ريد ايه، ريد ايه معناه كده ان حصل ان تي 2 عملت ريكويست ان هي تعمل لوك، وده حصل له جرانتد يعني اوريدي اتوافق عليه انه يعمل لوك. فبما انه اتوافق عليه ان هو يعمل لوك فكده هيبتدي يقرا، لان هو شيرد، واحنا قلنا الشيرد هو عباره عن ايه، ريد. فهيعمل ريد من الايه، وبعد ما يخلص قرايه هيعمل ريليز او انلوك للايه. هيجي بعد كده في لوك شيرد للديتا ايتم اللي اسمه بي، هيقرا البي ريد بي، وبعد كده هيعمل له انلوك، وبعد كده هيعمل ديسبلاي للاي والبي. هنا بيتكلم على فكره ان دلوقتي لو حصل اي ابديت للاي او البي قبل ما يحصل نوع من انواع الديسبلاي، فهنا معنى كده ان الداتا اللي هتبقى موجوده هتبقى موجوده بالشكل القديم، فدي هتعمل مشكله ومش هتضمن حاجه اسمها السيريالايزابيلتي. وبالتالي لازم احط بعض القيود او بعض البروتوكولز عشان اضمن ان الترانزاكشن ان هي بعد ان هم يتفقوا مع بعضهم في الريكوست للوك او فعندنا هنا تو فيز لوكينج تكنيكس essential components. ايه هما بيقول الايه؟ بيقول ان ال database require that all transactions should be well formed. يعني ال transactions كلها لازم تبقى well formed. يعني ايه كلمة well formed؟ قالك ان هي لازم تعمل لوك لل data item قبل ما تقرا او تكتب فيه، ولازم بعد ما تخلص تعمل له release او unlock. فهنلاقي هنا it must lock the data item before it reads or writes to it. It must not lock an already locked data items and it must not try to unlock a free data item. يعني it must not lock an already locked data item، يعني already في data item معمول لها lock ما ينفعش اعمل لها lock تاني، يعني مش منطقي، هي معمول لها lock مره ما ينفعش تعمل لها lock مرتين. and it must not try to unlock a free data item. طب يعني بالمنطق هعمل unlock ازاي ل data already احررها ازاي وهي اصلا already free؟ يبقى احنا دلوقتي اول ما اعمل lock بتبقى بزيرو، يعني معناها ان انا unlock، اعمل lock تبقى بواحد معناها lock. هنا في المالتيبل مود لوكينج، يعني هنا the following code perform the read operation read lock x. احنا قلنا ان read ممكن تبقى shared، وبما ان هي shared فممكن اكتر من حد يقدر يقرا، فبالتالي هو هنا بيتكلم على انها ان الريد بيبقى blocked number of reads ان انت of x. بعد كده الريد اللوك دي ممكن ان هو يسمح للقرايه لغايه ما يحصل ان هو ال لوك اوف اكس ايكوال 0 او unlocked. خلاص كده معنى كده ان هو يقدر اي هو يتعامل معاها. وفي نفس الفكره هي الرايت، خلاص ان انا عشان الرايت هو اكسكلوسيف عشان نبقى احنا عارفين، فبما ان هي unlocked يبقى اما حاجه اعمل في الرايت معنى كده ان هيحصل لها لوك، فهتفضل لوك في الرايت ولا حد يقدر يقرا منها ولا حد يقدر يكتب عليها لغايه ما يحصل ان هي unlock. وانس ان هي عملت unlock يبقى اي حد تاني يقدر ان هو من الترانزاكشن يقدر يتعامل معاها.
فدي الفكره بتاعه اللي بتاع ده اللوك واللوك اوبريشن، برضو نفس الفكره. الالجوريثم هنا بيشرح الرايت لوكت الاوبريشن بتاعتها، ولو في ريد لوكت برضو الاوبريشن بتاعتها. انا يهمني ان انا بس ابقى فاهم ان انا لما باجي اقرا بعمل لوك قبل القرايه، ولما باجي اكتب بعمل لوك قبل الكتابه. في القرايه اللوك بتاعي ممكن يبقى شيرد، فاي حد ممكن يقرا. في الكتابه اللوك بتاعي بيبقى اكسكلوسيف، فما ينفعش غير حد واحد هو اللي يقدر يكتب. هنقف للجزء ده في الجزء الثالث ان شاء الله، وبعد كده نكمل الجزء الرابع.